على هذه الأجواء الجميلة، كرة القدم تستمتع بكل تفاصيلها، بالأهازيج، شيء جميل. وهنا الحقيقة بانتظار، هل ستكون المباراة وعاد؟ هذا ما ننتظره. تحية مشاهدينا لكم عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان، ونتمنى لكم مباراة كبيرة في هذه الأجواء. سأكون معكم اليوم في تغطية متميزة لهذه المباراة المرتقبة. كلنا أمل بأن تكون هذه المباراة مثيرة وممتعة، حيث سيكون فريق النصر السعودي يواجه فريق ريال مدريد. كلنا أمل بأن تكون هذه المباراة كبيرة في المستوى، نتمنى بأن تكون مليئة بالإثارة، نتمنى الجماهير الشغوفة بأن تستمتع بهذه المباراة، وأن تكون هذه الأجواء حافز كبير مهم للجميع. ونستعرض الآن تشكيلة نادي النصر في مباراة اليوم. فوفانا سيبدأ مع بروزوفيتش في خط الوسط، وفي الهجوم سنشاهد كريستيانو رونالدو. تشكيلة ريال مدريد الآن أمام حضراتكم. في حراسة المرمى يتواجد كيبا، أنطونيو روديغر سيلعب إلى جانب يالابا في خط الدفاع، فالفيردي سيبدأ رفقة بيلينغهام في وسط الملعب، وفي أمام مساحة في هذه اللحظات. أوه، الهدف الأول، مباراة يأتي مبكراً ويشعل الأجواء. نشوف الهدف مرة أخرى، هجمة مرتدة سريعة ومنظمة. بالتأكيد هنا الموقف أصبح أسهل عندما أصبح الموقف واحد ضد واحد. شوف الأفضلية دائماً للتسجيل في مثل هذه الكرات، إنهاء بدون مشاكل والكرة تسكن الشباك. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. تشاوميني، النصر يهاجم الآن، عنده الإمكانية هنا. يا الله، هدف آخر يأتي، لم ينتهوا من فرحتهم الأولى إلا بفرحة ثانية. يا لها من لحظات للعشاق. شوف كيف تدخلت العارضة مرة أخرى، هذه الكرة اللي صدمت من الأسفل، وبعد ذلك أكملت طريقها إلى الشباك. حزن واضح الآن على ملامح وجه المدرب، خاصة لهذه النتيجة لفريقه. أعتقد أنه بدأ يفكر في قادم المباريات. عند الكرة الآن، تنتهي الخطورة هنا، والتدخل بقوة هنا. كرة ما شكلت أي خطورة على حارس المرمى، والقرار السليم باحتساب التسلل هنا. فالفيردي الآن مع بيلينغهام، فرصة تقليص الفارق الآن، تدخل مثالي في توقيت مثالي يوقف كل الخطورة. أوتافيو، كريستيانو رونالدو، خطيرة لكريستيانو، يده صدى كيبا وما زالت في الملعب. تنتهي أي خطورة موجودة في هذه اللحظات. فالفيردي هنا إلى رودريجو، كرة مع فالفيردي، الكرة تصل لكارفاخال، محاولة لتقليص الفارق، يقلصون الفارق ويعيدون الأمل ويبقون على الحضور. نشاهد الهدف مرة أخرى، الله على التسديدة، أي تصويبة هذه، كرة قوية جدا، من المستحيل إيقافها. يستكمل اللقاء مرة أخرى، والآن ريال مدريد في وضعية أفضل لإدراك التعادل. دقيقة واحدة فقط من عمر الوقت بدل الضائع في مباراة اليوم.
إذا نهاية مجريات أحداث الشوط الأول هنا صافرة النهاية. الإحصائيات تظهر بأن اليوم كان خارج الخدمة وأن قدم انطلق الشوط الثاني مشاهدينا من هذه المباراة. ريال مدريد عليه ضغوطات لأن مطالب بالهجوم من أجل تحقيق التعادل. حلو المدافع، استخلاص لهذه الكرة بتدخل ممتاز. والكرة إلى فوفانا. خطأ لصالح النصر. تبديل هنا في صفوف ريال مدريد. الكرة الثابتة سهلة في يد حارس المرمى. كريستيانو إلى أليكس تيليس، يلعبها للخلف بعد عرضية ممتازة، والتسديدة ترتد بعد أن اعترض الطريق. ضغط ناجح في الأمام. بيلينغهام، وصلت إلى فينيسيوس. ضربة حرة مشاهدينا تمنح لفريق الميرينغي. ريال مدريد يستعين بدكة الاحتياط الآن. يتدخل ويستعيدها في هذه اللحظات. ممتاز في التقدم، في اكتساب أرض في داخل مناطق المنافس. ألا مع رودريجو، خطيرة في هذه اللحظات. أوهو، إنقاذ ممتاز. ساديو ماني، بينية خلف الدفاع، والكرة في الشباك. هدف لتعزيز التقدم وتوسيع الفارق لهدفين. نشوف الهدف مرة أخرى. هجمة مرتدة سريعة ومنظمة، ومن مسافة قريبة كهذه لا يمكن أن تضيع الفرصة. المدرب الآن بدأ يفكر في حلول، لكن أيضاً واضح اليأس بدأ يتسلل، نتيجة تؤثر عليه بشكل سلبي. لوكا مودريتش، تدخل هنا واستعادة الكرة من جديد. فالفيردي، ريال مدريد على الأطراف بشكل ممتاز. الله على التألق، شوف البراعة، شوف النجاح في التصدي. قرار هنا بالتبديل وبالتالي التوجه إلى مقاعد الاحتياط. هدف يشعل المباراة في الوقت المتبقي، ما زالت الإثارة مستمرة حتى مرة أخرى. البداية من تنفيذ الكرة الركنية وبشكل مثالي لعبها براسه في المرمى. حلوة الكرة. الله على التدخل. 3 دقائق تفصلنا عن صافرة النهاية. فالفيردي، تانيسكا. اوهو، خطأ فادح في تنفيذ الكرة. الكرة في المرمى، يضعها ويسجل هدفه الثالث. هاتريك لهذا اللاعب الكبير. شوف إعادة الهدف مرة أخرى، وكيف أهدى حارس المرمى منافسة هدية ليسجل في مرمى. خطأ لا يأتي من المحترفين في الحقيقة.
وتنطلق في هذه اللحظات صافرة النهاية معلنة عن خسارة ريال مدريد اليوم. لم يقدم الفريق الكثير في الملعب، أداء متذبذب وهبوط في المستوى، عدم تحقيق الفريق المطلوب منه في مباراة اليوم، خسارة نتيجة طبيعية بالنظر لما قدموه.